طيب، فنان كبير عظيم أبعد حتى من كلمة الفنان القدير، فنان بكل ما تحمله الكلمة من معنى بالمناسبة. يعني هقول لك على حاجة لطيفة هو عمره ما يتذكرها على الإطلاق، لأنه دي بالنسبة لي أنا كنت طفل عندي 5 6 سنين، كنت أشوف الفنان الكبير الأستاذ عبد الرحمن أبو زهرة في مزرعة الأستاذ مجدي حسنين، فكنت أروح مع والدتي إحنا ومجموعة كبيرة جدا من الصحفيين والكتاب وما إلى ذلك والفنانين والمثقفين، وكان من ضمنهم الفنان الكبير أستاذ عبد الرحمن أبو زهرة، وكان أحيانا يأتي إلى هذه التجمعات اللطيفة كان الفنان الكبير رحمة الله عليه طبعا أحمد زكي. فكنت أشوف الأستاذ عبد الرحمن أبو زهرة وأنا يعني ببقى مبهور، طفل شايف ممثلين وفنانين كبار. وبالوقت أنا أقدر أقول إن أنا واحد من الناس اللي عندهم إعجاب شديد مذهل مذهل بالأستاذ عبد الرحمن أبو زهرة، تمثيله، صوته، أداؤه. أنا أسمع صوته أميزه من وسط مليون بني آدم، والله العظيم ملامح وشه اللي بتتغير مع كل دور. لسه كنا بنتكلم أنا وزميلي العزيز الدكتور محمد فتحي يونس رئيس تحريرنا الهمام المثقف الموسوعي، دور الأستاذ عبد الرحمن أبو زهرة في أرض الخوف، دور موسى وهو بيقول لأحمد زكي أنا رسول. شوف التناغم اللي ما بين صوته وملامح وشه ولبسه، كل يعني لا أظن أن الأستاذ داود عبد السيد كان ممكن يختار حد تاني غير أستاذ عبد الرحمن أبو زهرة، لا أظن أنه في حد كان هيقدر يعمل هذا الدور غير الفنان العظيم عبد الرحمن أبو زهرة. ربنا يديله الصحة ويمد في عمره، وعاوزين نطمن عليه يعني. خلونا ناخد معانا نجلو الموسيقار أحمد أبو زهرة. أهلا بيك. أهلا وسهلا. أهلا سيدي، إزاي الحال؟ كله تمام؟ الحمد لله. طمنا. يعني هو الحالة دلوقتي مش مطمئنة قوي، لأنه من ساعة ما اتنقل غرفة العناية المركزة يوم الخميس اللي فات مفيش أي تحسن، بالعكس. يعني كان أول يوم ما دخل كان لسه فيه ممكن نقدر نقول عليه وعي شوية، وكان بعد ما أخد بعض المحاليل والحاجات دي بدأ كان يتجاوب معانا، أنا وأختي كنا عنده وقدرت أتكلم معاه ولو حتى كلام بسيط. بعد كده ما للأسف ما فيش خالص، ويعني هو ربنا يشفيه يا رب. يا رب يا أستاذ أحمد، يا رب. يعني الدكاترة ما ادولناش رسائل طمأنة؟ لا للأسف هما يعني الموضوع مش واضح برضه، يعني هم مش مفيش حاجة، عارف لو في حاجة واضحة كن الواحد يطمن أو يبقى يعرف راسه من رجله، لكن هي المشكلة إن مفيش حاجة واضحة، وطبعا يعني إحنا مخطوبين جدا. أكيد. وهو يعني أقصى حاجة ممكن طول اليوم إن يعني لو كده هو على طول مش موجود، بس مجرد لو قربت منه أنا أو أختي وكلمنا معاه أو حاجة أقصى حاجة ممكن يهز دماغه، ولكن أكتر من كده أو بعد كده ممكن يروح شوية ومش يرقدش. ربنا يا رب يديله الصحة ويقوم بألف سلامة يا أستاذ أحمد. يا رب يا رب. أنا عايز أشكرك وقلبي معاك يعني، وأتمنى والله، وأنا أعتقد أنه ملايين الناس في العالم العربي اللي بيحبوا الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، اللي اتربوا على أدائه، مسرح، سينما، دراما، حتى صوته في بعض المواد التوعوية ما هياش إعلانية. إحنا بنتكلم على راجل دون أي مبالغة شارك في صناعة وجدان العالم العربي من ستينيات القرن العشرين. عبد الرحمن أبو زهرة ده قيمة كبيرة قوي 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 قوي، لو قعدت أقولك كده لبكرة والله من قلبي ما وفي حقه حقيقي يعني. وبالمناسبة
يعني احتكاكي البسيط بيه وانا طفل قد كده. استاذ مجدي حسنين رحمه الله عليه بالمناسبه كان احد يعني الضباط الاحرار الذين شاركوا في ثوره 52، فكان الكتاب المصريين والصحفيين يروحوا وهو يعمل دايما كده عزومه مره كل اول شهر في مزرعته في بنها في القليوبيه، محافظه القليوبيه، كان عنده مزرعه موالح كده لطيفه. وانا هنا افتكر جدا صديق العمر عمر كامل زهيري، ابن الاستاذ كامل زهيري الكاتب العظيم نقيب النقباء زي ما بنقول لنقابه الصحفيين الله يرحمه يعني. كنا نجري انا وعمر زهيري نقعد نقطف وحاجات زي كده ونروح مثلا نقرب من الاستاذ عبد الرحمن ابو زهره، فنجد رجل لطيف الى ابعد الحدود، حبوب جميل مبتسم، صاحب دور موسى زي ما بيقول لك، ده دور تاريخي وليس دوره الوحيد العظيم، ليه عشرات الادوار العظيمه، بس يمكن الدور حاضرني جدا لانه مرتبط بعبد الرحمن ابو زهره ومرتبط باحمد زكي اللي شفته وانا طفل مره ومرتين وانا كبير رحمه الله عليه.